وفي مقابلة خاصة بصباح العربية صرح الشاب خالد أنه متابع جيد لقناة العربية وينوي أيضا زيارة مقرها في دبي. صار عندنا زيارة إذن من الشاب خالد ورح نشرب قهوة مفروض مع كاظم الساهر المفروض يعني. يلا أيام حافلة إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا أيضا في المقابلة قال الشاب خالد أنه لن يتردد بسعيه من خلال فنه بأن يصلح ما تفسده السياسة بين بلده الجزائر وبلده الثاني المغرب، وطالب باتحاد مغاربي قوي على غرار الاتحاد الأوروبي. الزميل سعد المسعودي التقى به وعاد لنا بالتقرير التالي. صباح الخير سارة، صباح الخير ماهرة، وصباح الخير لكل من يشاهدنا في هذه اللحظات ولكل الفريق العام لصباح العربية. نحن اليوم في ضيافة الملك ملك الراي الشاب خالد أبو الداعي، كان أبو البنات أصبح أبو الداعي الآن، وسنتحدث لماذا. صباح الخير شاب خالد. صباح الخير عليك. الأولمبيا التي غنت عليهم كلثوم، فيروز، عبد الحليم حافظ، وطبعا بياف والفنان الكبار من فرنسا، سيكون لك لقاء وهو ليس الأول. يا أخي كما تظن شيء أول مرة يعني نعمل الأولمبيا. الأولمبيا معروفة من القديم، ويعني فيها يعني فيها أغلبية أكبر فنانين في الأولمبيا فاتوا فيها، وكلهم يعني ما يكون عندي الأولمبيا يكون عندي دهشة، ويكون فيها يعني بالنسبة لي الأولمبيا يعني أنا فخور بنقول يعني هذه رسالة، هذه الحب لكل الجالية العربية. كيف وضعك الآن مع البنات وجاءهم منافس كبير؟ لا والله العظيم لا، يعني عندي يعني حياة خارجية وحياة داخلية يعني وقادر على يعني الحمد لله يعني كان أمهم معايا كذلك، هي مديرة أعمالي وكذلك، وعندي يعني البنات ما شاء الله يعني عندهم يعني تربية يعني زينة وعندهم كل شيء، والحمد لله ربي يعني سمعني من بعد 4 بنات أهدى لي ولد يعني الحمد لله. تشاهد قناة العربية باستمرار، وكما قلت فأنك يعني عن طريق العربية تعرف أخبار العالم، فكيف تتابع ذلك؟ عنا الآن الحمد لله عنا الساتليت، نشوفوا العربية، نشوفوا كذا، والعربية تجيب لنا كاين نشوف كل واقع في القطر الإسلامي العربي والعالمي. ما علينا تاني ما نفهمش الانجليزي، نشوف يا اخويا عندي نستمتع بالعربيه تاعي. والله العظيم. هل تستطيع شاب خالد يعني عن طريق الفن والثقافه ان تصلح ما تفسده السياسه في هذه الايام؟ ان شاء الله. انا كما قلت يعني الاسئله تاعك حلوه كثير. ان شاء الله الفن يتغلب ان شاء الله، يضغط على السياسه يعني يضغط عليها بالحب يعني تكون توصل الرسالة. ليش احنا شوف اوروبا يعني اوروبيين عملوا اوروبا المتوحدة، ليش احنا العرب او من شمال افريقيا ليش ما نعملوش يعني المغرب المتوحد الكبير؟ هكا ما يصير الامهات ما يبكوا، الاولاد ما يمشوا في الباخرات، ما يمشوا يعني ما يتباعوا. كان شفت هذو الولاد الحرام كذلك اللي يفوتوا الناس هذو، فهمت؟ تنهم يدوا في الدراهم وراهم يقتلوهم كذلك وراهم يديروا لهم ما يوقع حد المشاكل. ليش؟ الجزائر يمشي للمغرب يتفسح، يمشي للصحراء، يمشي الصحراء الغربيه من هي، يمشي حتى لموريتانيا، يمشي وعنده جوله. وعندنا يعني عندنا طبيعة، عندنا حضارة، عندنا سمش، عندنا يعني تمتع، عندنا حب، عندنا هالرسالة اللي خدها هذا الإنسان. لديك مشروع كبير وسفر قادم، هل من محطات نستطيع أن نتعرف عليها؟ إلى أين تسافر؟ هل هناك حفلات في العالم العربي؟ إن شاء الله. لا عندي إن شاء الله، عندي الآن هلا عندي أمريكان، عندي الإنجليز، عندي الخليج، عندي المغرب، عندي لبنان. أغنية الحراقة يعني أنت تحدثت عن هذا المشكل الكبير قبل أن تقع الآن في ضحايا كثيرين، هذه قوارب الموت كما نسميها. كان واحد فنان إيطالي أنا ما كنتش نعرفها، هذه لامبيدوزا، كان واحد إيطالي فنان كبير عمل، قال أنا اليوم نعمل حفل كبير في لامبيدوزا لهذا الناس المساكين اللي عانوا من المشاكل، الهجرة، مشاكل في بلدهم وكذلك. يعني هذه
قلت له، قال لي يا خالد تجي تحضر مع كل الفنانين يعني باش نديروا عمل خيري. قلت له نعم. كي مشيت لتم يا اخويا شفت كل الناس، انا قلت في نفسي هذو كلشهم في السجن، يعني عاملين لهم يعني برارك برارك، فهمتني؟ وعاملين يعني عايشين في الجزيره صغيره. وكي جلست معاهم غنيت وجلست معاهم يعني كانوا حريين يعني. واحد يتلوش يقول لي سلام يا اخي يا خالد، انا من مصر، انا من العراق، انا من تونس، انا من ليبيا، انا كذا. يعني ترجعت قلت يبحثوا عن حلم، يبحثوا عن حلم، يبحثوا عن حلم. قلت ليش؟ قال لي يا اخوي احنا جينا ليش؟ عندنا بلد حلو، عندنا يعني لا قال لك نمشي على العيشه المره كما يقول هو، فهمت المعنى؟ من الآن بعد شفت صارت مشكلة ثانية الآن للواحد يعني ما يتكلم عليها، يتكلموا يا ناس على الأطفال، على الناس اللي تموت في بطن أمهم. كي نشوفوا وهذه الجزيرة غادي يزيدوا بخيرة ولا اثنين هي تختار. شاب خالد، في نهاية هذا اللقاء إذا عندك كلمة أخيرة لمحبيك، لمحبي صباح العربية، تفضل. شكرا لصباح العربية وصباح الخير عليكم، وشكرا لكل اللي عملوا في صباح العربية يعني نسلم عليكم كثير. انتم عاطين شويه نور وعاطين ورد وعاطين حلاوه وعاطين ياسمين. شكرا صباح العربية، وانا جايكم عن قريب ان شاء الله في دبي.